السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل البدء نود التنويه إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد أو قناة الرافدين ستقوم بالبث على نظام HD، نظام جديد، ابتداء من تاريخ 1 فبراير 2022، وسينتهي العمل بنظام SD للبث في تاريخ 28 فبراير 2022. لذا يرجى الانتباه على هذه النقطة، لأنه قد تتغير أو قد تختفي القناة من بعض الأجهزة، وبالتالي يرجى من حضراتكم إعادة ضبطها في حال لو اختفت من أجهزتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم سنتحدث عن التفجيرين اللذين ضربا مصرفين في منطقة الكرادة في بغداد، وأيضا سنتحدث عن اللغة التصعيدية الميليشياوية التي تستخدمها بعض الجهات السياسية وكذلك الميليشيات في محاولة منها لنيل ما تريد من مناصب ومكاسب خسرتها بسبب انتخابات لم تزور لصالحها. أيضا سنتحدث عن استهداف هذه الميليشيات لمقرات شركائهم الأحزاب من الطرف الآخر المحسوب على مكون معين. نتحدث عن هذا الاستهداف، نتساءل لماذا تستهدف الميليشيات أطرافا شريكة معها في حكم العراق، ساهمت في تدمير هذا البلد، ساعدت هذه الأحزاب والميليشيات على سرقة ونهب العراق، دفعت هذه الميليشيات للتمدد أكثر للسيطرة على مناطق في محافظات أخرى في المحافظات المنكوبة بشكل أدق، ولم تحرك ساكن. هذه الجهات السياسية التي استهدفت مكاتبها المحسوبة على الطرف السني المحسوبة على السنة، سمحت لهذه الميليشيات عن طريق البرلمان وعن طريق الوزارات بأن تتمدد، بأن يزداد نفوذها، بأن تضاهي قوتها قوة الدولة، لأن وزارة الدفاع محسوبة على هذا المكون ومن حصة المكون السني. وهذه التقسيمات الطائفية طبعا لا يعترف بها المواطن العراقي، لكن هي موجودة وأمر واقع موجود ضمن هذه العملية السياسية. إذا نتساءل لماذا تستهدف الميليشيات شركائهم في تدمير العراق. أيضا نتحدث عن جزئية الأمم المتحدة وتصريحاتها وشجبها واستنكارها لما حصل من تفجير أو استهداف ل مصرفين في منطقة الكرادة في بغداد، تصريحات خجولة واستنكار مستغرب حقيقة عندما تتحدث هذه الجهات الأممية وتشير بشكل غير مباشر إلى معرفتها بهوية الأفراد أو الجماعات التي تقف خلف استهداف المصرفين، خلف محاولة تأجيج الوضع في العراق مؤخرا، وأنها تفعل ذلك من أجل الحصول على المناصب أو في سبيل الصراع السياسي. إذن هي تعلم من هي هذه الجهات. لماذا الأمم المتحدة لا تصرح علانية وتكشف حقيقة الجهات التي تثير المتاعب في العراق، التي تحاول إثارة الفوضى، العنف الطائفي، محاولة تأجيج الوضع في العراق؟ إذا كانت هي تشير بشكل غير مباشر، لماذا لا تكون صريحة وتعلن عن هوية الجهات التي تتصارع من أجل السلطة؟ هي تعلم من هي الجهات، جميع العراقيين يعلمون من هي الجهات التي تتصارع من أجل السلطة اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، مصادر حكومية أفادت أن حصيلة التفجيرين اللذين استهدفا مصرفين في منطقة الكرادة ببغداد أسفرا عن إصابة مدنيين اثنين في الأقل بجروح، فضلا عن أضرار مادية كبيرة. الاستهداف الأول استهدف مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، مصرف كردي طبعا، واستهدف الثاني مصرف كردستان قرب ساحة الواثق في منطقة الكرادة. المصرفان يتبعان للأكراد، وقد تكون هذه رسالة من قبل الجهات التي استهدفت المصرفين بأنها ربما رسالة لما حدث داخل قبة البرلمان باختيار محمد الحلبوسي، أنها ربما تهديد بشكل مباشر أو غير مباشر أن المصالح للأحزاب الكردية في بغداد وفي باقي المحافظات الخارج نطاق كردستان قد تكون معرضة للخطر في حال لو لم تتحالف هذه الأحزاب مع هذه الجهات التي قامت بالاستهداف.
مصادر ميدانية رجحت أن تكون هناك إصابات أخرى وقعت لتضرر بعض السيارات واشتعال النيران فيها. هذه التفجيرات جاءت بعد تهديد المتحدث باسم ميليشيا حزب الله العراق، تهديدات قال فيها أن أياما عصيبة تنتظر العراق على خلفية تنامي الصراع بين ما يعرف بالإطار التنسيقي وبين التيار الصدري. مشاهدينا الكرام، كما قلنا، بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي دعت السلطات الحكومية إلى محاسبة الجناة المتورطين بالتفجيرات الأخيرة التي ضربت عدة مناطق في بغداد. حثت بعثة يونامي في بيان لها على حسابها الرسمي من وصفتهم بالأطراف المعنية، حثتهم على مواجهة تلك المحاولات السافرة لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار للتصدي للأزمات. أين الدور الدولة فيما يحصل من استهداف للمقرات، مقرات الأحزاب، من استهداف المصارف، من محاولة إثارة العنف الطائفي وتأجيج الصراع في العراق، من التهديدات المستمرة التي تظهر على وسائل الإعلام المباشر، قنوات ميليشياوية أو حزبية يظهر فيها مسؤولون نواب أو زعماء ميليشيات يهددون علانية بذهاب العراقي إلى الهاوية، باحتراق العراق، بالصراع، بخروج الأمور عن السيطرة وغيرها من هذه التهديدات والمصطلحات الواضحة التي تثير العنف أو تزعزع استقرار البلد أكثر مما هو متزعزع. أين الدورة، أين الدولة أو دور الدولة في محاسبة من يحاولون إثارة الفوضى والعنف والصراعات، وهي التي تقول بأن من يمس أمن الدولة، استقرارها، استقلالها، سيادتها، فهو إرهابي ومن المفترض أن يحاسب؟ لماذا لا تحاسب هؤلاء إذن؟ أليس هؤلاء إرهابيون عندما يصرحون بهكذا تصريحات؟ معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ محمد من أمريكا، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي دولة كلهم ميليشيات تابعين لإيران والأحزاب كلها، حتى كانوا يعرفون ياهل يطلق. نعم. يطلق الصواريخ، يسوي انفجارات، وأكو اثنين أساميهم يعرفوهم قاعدين بالشعلة، واحد اسمه محمد وواحد اسمه حسين، دولة يطلقون صواريخ على الخضراء، يعرفوهم، حتى الكاظم يعرفهم، حتى هذا برهان صالح لقارع يعرفهم، كفيلك محمد، هي دولة مال عصابهم، هم يريدون يدمرون البلد. هم ايش خلوا البلد رحمة الوادي؟ فصخوت فصخ، هم هذا جايبين لي هذا شو اسمه؟ نعم، حميد الخايس، ما ادري حميد الهايس، يغلط عليها التكريت، والله العظيم بس بس حتى قبل لا تتفرع بالموضوع، سيد محمد اريد اسال حضرتك، هذه الحكومة عندما تصرح اجهزتها الامنية وتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الرسمية بانها باستطلاعاتها واجهزة استخباراتها قامت بعمليات استباقية لدحر الدواعش وقصف أوكارهم، ومن هذه التصريحات ومن هذه الإعلانات ما تقدر هذه الأجهزة الاستخباراتية دحر أوكار الميليشيات الإرهابية وطردها والقضاء عليها وعلى أوكارها وعلى عناصرها ومن يحملون السلاح ومن يهددون أمن العراق؟ أشو الحكومة تقدر على داعش اللي موجود في بعض المناطق اللي هي المفروض قضت عليها اصلا واعلنت النصر مثل ما يقولون، وما تقدر على الميليشيات؟ اليست الميليشيات ترهب العراقيين وتثير الرعب في الدوله وتعيث او تعيث في الارض الفساد وتثير الفوضى، مو نفس العمل اللي يقومون به الدواعش؟ ليش ما تقدر على الميليشيات وليش بطولاتها فقط في مناطق نائيه؟ اخوي العزيز، هم ماكو دوله، هي ارهاب، هم يعرفون من يطلق الصواريخ، من يفجر، يعرفون واحد واحد، حتى الكاظم يعرفهم، رئيس هذا رئيس الجمهوريه برهم صالح يعرفهم بساميهم واحد واحد، حتى العناوين مال بيوتهم يعرفهم، كفيلك محمد، هي مو دوله، هاي دوله ارهاب، هم بس على الفقير قادرين، بس على الفقره، هذا يصرح من صفحه يغلط عليها التكريت حميد الخايس وهذا سيد محمد. هاي كل شوي نرجع موضوعنا هسه، مو هذا انا هسه سؤالي اريد اسال حضرتك، اليوم الدوله اللي فاقده السيطره على امنها، منو اللي يحمي العراقيين؟ لما نشوف اليوم الميليشيات تهدد علانيه وما حد يتدخل، تهدد بانجرار العراق الى فوضى، الى صراع اهلي، الى صراع طائفي، الى اقتتال وعنف،
طيب اليوم العراق من اللي يحميه عندما الدولة تترك هؤلاء يصرحون ويهددون علانية وما حد يتدخل؟ ابن عمي الله يحميهم، هي دولة ارهاب هاي. هم قلت لك كفيلك محمد يعرفوهم واحد واحد. الخدعري وغير الخدعري هذا العامري ان شاء الله حصير حرب اهلية. نعم. اصبر لها هالايام راح تصير الناس تقتل الناس، شيعي يقتل شيعي. هذا بس لحظة هنا هذا الكلام كلام خطير. هذا الكلام انت طبعا تتحمل مسؤوليته. انا سؤالي ليش يصير اكو اقتتال داخلي والشعب العراقي اثبت في كثير من المواقف انه شعب موحد وضد من يحاولون اثارة الفتن الطائفية وتأجيجها واعادة العراقيين الى هذا المربع؟ ليش نقول اليوم العراقي يتصارع؟ ليش ما نقول انه من يريد ان يجعل العراقيين يتصارعون هم هؤلاء الميليشيات او الاحزاب او الافراد اللي يحكمون العراق؟ ليش نقول اليوم صراع شيعي شيعي او شيعي سني او بغض النظر شنو التسميات، في حين انه الشعب العراقي اثبت بالثوره الاخيره في تشرين انه شعب موحد بغض النظر عن الطوائف والانتماءات الدينيه او العرقيه او غيرها؟ هو بالعمي هم الاحزاب بيناتهم ناس تقتل ناس، ناس تقتل ناس. الحد بوسي من صفحه، ذاك من صفحه، هذا العامري من صفحه. طيب. هم حصير حرب بيناتهم، الاحزاب بيناتهم، الشعب ما له شغله، الشعب الحين يبقى متفرج. نعم. هم بس قادرين بس على الفقره. طيب. يقتلون المتظاهرين، يقتلون الناشطين، ما يريدون ناشط يحكي يعني صحيح، يريدون واحد ديال الهم ديال الايران. طيب. يعني شكرا يا محمد من امريكا، وصلت الفكره. عندنا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله. يعني هاي الفترة المحرجة اللي تمر بها الحكومة الفاسدة والانتخابات المزورة وتشكيل الحكومة صارت عدة تفجيرات وكلها وسيلة ضغط على شركائهم الفاسدين، يعني جماعة الولائيين جاي يضغطون على الموجود يقول لك احنا نسوي بلبلة. اذا صار واضح عند العراقيين كل التفجيرات السابقة من 2003 ولحد الان. نعم. وهم عندهم سوابق مثل حزب الدعوة من فجرهم السفارة العراقية في لبنان سابقا، عندهم أوليات بهاي التفجيرات، المفخخات والعبوات والكواكب، وهم وراء هالشيء هذا كله. يعني استغلم هذا الوضع الباك الموجود هسه بين الكتل الفاسدة وصراعاتهم على الكراسي، قاموا يفجرون المقرات وعلى المصارف وبالكرادة، والمشكلة يروحون بها ضحايا وأبرياء ما لهم دخل بكل العملية السياسية الفاسدة مالتهم. ناس تريد تعيش بأمان، يعني حتى على المناطق وعلى الابرياء والناس الامنين يعني رعبوهم، حتى من يضربون السفاره وهم لهم ضلع بالسفاره. نعم. يعني هاي صواريخ الكاتيوشا تقع بالابرياء والمدنيين وهم وراها، لكن يقدر مصطفى الكاظمي يقدر يطلع ويتهم هاي الجهه اللي ورا هاي التفجيرات؟ يقدر ابو المخابرات والامن الوطني ووزير الداخليه ووزير الدفاع يقدر يطلعون ويتهمون الولائيين الميليشيات الولائيه هي وراء هاي كل هاي الخروقات اللي جاي تصير؟ ما حد يقدر يتهمهم، يقدر فائق زيدان اللي هو يحميهم يطبق القانون عليهم على حزب الله والعطائب وبدر وحزب الدعوه وسرايا السلام، كلهم جزء من سرب هذول، كلهم عصابه مال مافيا وجاي تحكمنا من 2003 لهسه، كلهم هم وراء التفجيرات، وراء الاغتيالات، وراء الطائفيه، وراء التهجير والمخيمات. هم ليش لعد برايك طلعوا صرحوا زعماء هذه الأحزاب ويستهجنون ويستنكرون ويرفضون الاعتداءات على مقرات الأحزاب وغيرها؟ إذا هم يعترضون وهم ما لهم علاقة، من اللي عند السلاح ومن اللي عند المتفجرات ومن اللي إلى مصلحة أنه يستهدف مقرات الأحزاب اللي تحالفت وشكلت أو راح تشكل الحكومة بصفة الأغلبية، خلينا نحطها بين قوسين؟ استاذ محمد هذا الاسلوب التفجير والكاتيوشا والمفخخات هو اسلوبهم، اسلوب ضعيف هذا. يعني حتى من تتبناه داعش اللي هي اختهم داعش، اخت الحشيد واخت الميليشيات، هم كلهم جهه واحده، المتضرر هو المواطن العراقي. بالطبع لازم يشمروها، يقول لك احنا مثل طلع قيس الخزعلي ومنظمه بدر هذا العامري يستنكر هذا، لكن هم جماعته ربع الله وغيرها وذول حزب الله هم كلهم عندهم هاي الصواريخ وعندهم المسيرات على بيت مصطفى الكاظمي، وقف صامت مصطفى الكاظمي ما قدر يوجه لهم اتهام خوفا من شنو؟ خوفا من ان يقتالونه او يسوي له فد موضوع. وهم ما عندهم الجرأة ويقول لك هم يحجون بالمقاومة والمقاولة والمماتعة وغيرها، ما عندهم الجرأة يقول لك احنا ضربنا السفارة.
يعني ناس جبناء يقول لك احنا شايل باج مال وزاره رئاسه الوزراء ومن هنا يحكي اني مجاهد. شلون انت مجاهد وشايل لك مسدس وباج وصاعد لدكتاره؟ هذا شلون مجاهدين ذولي؟ لو تختار مجاهدين بجهه وتعترفون بهاي الصواريخ تضربوها والمفخخات، لو تروحون رئاسه الوزراء وتروحون تطبون بالعمليه السياسيه وتخربوها. طيب سيد صباح اشكر حضرتك، وصلت الفكره. ويانا ابو علي من لندن، تفضل يا ابو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ما اعرف، الحكي هوايه وجزعنا من هاي الميليشيات، من هاي العصابات، بس انا اريد اقول للشعب العراقي، انتم عرفتوا من كان يفجر من 2003 لحد هذا اليوم. هذول الميليشيات من يختلفون بيناتهم يفجرون. ومن يتفقون يبوقون. يعني من كل الاحوال الشعب العراقي هو خاسر. زين انا اسال هاي الميليشيات والعصابات، زين انتم من تريدون تضربون سفاره، ليش تضربوها على البيوت؟ اول امس ضاربين مدرسه مال اطفال. لك والله ما اعرف. وزين هذا اقاني اسماعيل اقاني ودور كوثراني، هاي العصابه هذول الارهابيين الدواعش مال ايران الان بالنجف جاي يتفقون. زين شو العلاقه دا يصلحون إيران؟ دا يصلحون الوضع بين الاطار والتيار. اي بين التيار بين الاطار التنسيق. انا اريد اعرف هذا الاطار التنسيق بشنو التنسيق؟ ها التنسيق بالعماله والخيانه، التنسيق بالبوق والنهب وقتل الابرياء. زين بعدين انتم ما تخجلون على نفسكم. ها تجي دوله مثل ايران، ها عدوه الشعب العراقي وعدوه العراق، تجي هي تقرر مصيركم، مصير العراق. يعني يا شعب العراقي، من 2003 لحد هذا اليوم كل اذا مو موافقه من ايران ما تتشكل حكومه، اذا مو موافقه من ولي السفيه اللي هو خامنائي الحكومه ما تتشكل. بعدين يقول لي، يرجع واحد يقول لي، يطبل لي المقتدى الصدر، مقتدى الصدر قائد الاصلاح يا اصلاح، هذا يا اصلاح انت قاعد ويا هذا العامري العميل الخائن، وقاعد ويا المالكي الارهابي المجرم، ها وقاعد ويا الخزعلي، يا اصلاح انت جاي تتكلمون على الاصلاح اليوم. اليوم لما نشوف يا ابو علي انه الميليشيات هذه الاحزاب بدها تهدد عن طريق التفجيرات، عن طريق حرق المكاتب، عن طريق تفجير استهداف المصارف، وكلها تابعه لجهات معروفه، منها اكراد، منها هذول المحسوبين على السنه. اليوم لما يستهدفون مكاتب او مقرات شركائهم هاي لازم ناكد عليها، شركائهم في تدمير العراق وسرقته. لولا هذه الاحزاب المحسوبه على السنه التي رضخت ووافقت ان تتنامى سلطة ونفوذ هذه الأحزاب والميليشيات، لما استطاعت هذه الأحزاب والميليشيات أن تصل إلى ما وصلت إليه. ليش اليوم يستهدفون مقرات شركائهم، من سمح لهم بالتمدد، من أعطاهم الفرصة بصمته وخضوعه؟ هذا أمر من الله، الله يجعل بأسهم فيما بينهم، أمر من الله. هم سبيناتهم، واحد جاي يفضح الله، واحد جاي يقتل الله، واحد جاي ينهب الله. هذا هاي حوبة العراق، حوبة الناس الراحل، حوبة الأبرياء، حوبة المساكين والفقراء. وبعد راح تطلع حقائق، راح تطلع حقائق بين الميليشيات والعصابات، راح تطلع فيديوهات إباحية بيناتهم، واحد ماخذ علق فيديوهات وواحد ماخذ علق. يعني هذا من الله، هذا من الله هذا. طيب الله ينتقم منهم. شكرا يا ابو علي من لندن، اشكرك. ويانا ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك يسلمك، تفضل. استاذ محمد، هاي الاستغراب تصير، هي ما اعرف منين هاي مصدرها، شنو السبب، ما حكى. شنو هي الشغلات؟ شلون؟ مال شنو؟ هاي تفجيرات تصير ببغداد. اي نعم اي. يقول لك ما اعرف شنو مصدرها، يعني ما اعرف شنو يريدون، ما اعرف يعني. من هم برايك المسؤولين عن هذه التفجيرات؟ المن انت كمواطن عراقي تتهم؟ ما حد يعرف استاذ محمد، ما اعرف شنو السبب. طيب خلي نبسطها. من اليوم في بغداد وفي باقي المحافظات الوسطى والجنوبيه يمتلك السلاح ويمتلك هذا العتاد والمتفجرات؟
كل الشعب استاذ محمد، هاي ست يوم حاك بشارع جاب له بندقية وقام يرمي. شنو مصلحه الشعب انه يستهدف مقرات مثلا هذه الاحزاب الموجوده او يستهدف مصارف؟ تعتقد انه الشعب الى مصلحه بهذا الموضوع لو اكو جهات سياسيه او حزبيه لها مصلحه وتريد تدز رسائل عن طريق هذه الاستهدافات؟ استاذ محمد ما يريدون العراق يسوون بلبله، هاي فرصتهم. من هم؟ ما يستقر العراق. من هم؟ هي هاي كل اشكال البشر العراق بالهبه ودب، انواع البشر اللي يدخلون به. تمام ابو شيماء، انا اريد اسال حضرتك بس لحظه. اليوم لما تصير الانتخابات ولما يصير اختيار الحلبوسي ولما يكون اكو اتفاق ما بين التيار الصدري وما بين المحسوبين على للاسف فقدنا ما بين المحسوبين على السنه، لعل وعسى يعاود الاتصال، لما يكون اكو تحالف هناك طرف اخر شاف نفسه انه هو طرف منبوذ اللي هو الاطار التنسيقي اللي به الميليشيات وبه دوله القانون وبه مجموعه من الاحزاب اللي يتهمها العراقيون بما فيها باقي الأطراف، لكن هؤلاء بشكل أخص أنهم سبب الخراب والدمار ونهب المال العام الموجود في العراق. مصلحة منه اليوم أنه يثير البلبلة؟ هل هي مصلحة أو واحد مواطن عراقي قاعد ببيته حتى لو عنده سلاح من مصلحته أنه يقوم يطلق الرصاص على المكاتب أو يقوم يلقي متفجرات أمام المصارف، لو هي مصلحة جهات حتفقد، ترى بأنها ستفقد الامتيازات، السرقات، العقود، الصفقات التي كانت تكسب من ورائها ذهب بوجودها داخل هذه الحكومة، الآن هي مهددة بخسارة هذه الامتيازات، هذه الحصانة، هذه القدرة على تقوية نفسها ماديا عسكريا وغيرها إذا ابتعدت أو أقصيت من هذه الحكومة. فهي مصلحة منه من الناحية المنطقية؟ أبو عمر من بغداد تفضل. تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين البطلة. حياك الله. أستاذ محمد، إحنا بالعراق صرنا أكثر من يعني 18 سنة الوضع الحالي اللي قاعد بنشوفه. الحكومة يعني كل الحكومات انخفضت العراق غير هي قادرة على يعني إمساك الجريمة في اي وقت كان من 2003 لحد الان. ما شفنا لا سلطه قضائيه ولا رئيس وزراء من حكومات اللي حكمت العراق يعني محاسبه باي يعني باي قانون، يعني نقدر نقول محاسبين او مرتكبين جرائم مثل هاي اطلاق الصواريخ على منطقه الخضراء او التفجيرات اللي صارت، كلها ما شفناها. لكن للاسف بس انه من قوات هذا الحزب الشعبي والقوات الامنيه نسمعهم مناطق الصقافيه بدياله، هاي المناطق الحربية دائما عذرنا على داعش وقضينا على فلان وقضينا على فلان، هاي المناطق اللي داخل تصير بها بغداد واغتيال الناشطين واغتيال الصحفيين، هذه ما يقدرون يوصلون لحل لو هم يعني يحاولون يغضون النظر عن جرائمهم. يخلون يعني ناس غير هذول، لانه اكو فلان جهات قاعد تسوي قاعد تثير الفوضى بالبلد وزعزعه الامن. منو اللي ماسك الملف الامني يا ابو عمر في العراق؟ منو اللي عنده السيطره على الملف الامني؟ استاذ الملف الامني هم بيديهم بسلطه الاحزاب، يعني ابو علي الكوزري اللي هدد بعد فشلهم بالانتخابات يعني اول خطوات اتخذوها سد منطقه الخضراء ونصبوا الخيام، يعني شافوا من عندها ما بها اي نتيجه، ويعني بعد ما هذه الخطوات اللي سحبوا خيامهم الان قاموا يحاربون فيما بينهم بالتبديرات والابواب اللاصقه والابواب، يعني اللي قاعدين يروحوها في مصرف هذه صار قبل يومين مصرف ديهان وبعض المقرات اللي تدفع لهم، هذه يبدون يحاولون بانه جعجعه الامن ويحاولون يبدون يصيرون لهم في مكانه ثانيه. طيب التلوحات عندكم مكانه، عندكم امام الشعب العراقي، الشعب العراقي صار وياكم ورفض كل هاي التداعيات، لكن بنشوف الشعب العراقي كاتب لا قادر يتكلم ولا قادر يحكي، يعني يعرفكم انتم قاعدين
يسوون هاي الاعمال الاجراميه وهاي الاعمال الارهابيه. وصلت الفكره. نعم، اشكرك يا ابو عمر من بغداد، شكرا لحضرتك للمشاركه. ويانا ابو زهراء من النجف، تفضل يا ابو زهراء. السيد ابو زهراء من النجف ما موجود. طيب ويانا ابو علي من الناصريه، تفضل يا ابو علي. السيد ابو علي من مدينه الناصريه ما موجود. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في موضوعنا لهذه الحلقه عن الميليشيات واثارتها للفوضى بشتى الطرق. نراكم بعد قليل. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ناشطون ومدنيون عراقيون في بغداد أكدوا أن الهجمات المسلحة التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد والمحافظات العراقية الأخرى تأتي بسبب الخلافات السياسية والصراع بين شركاء العملية السياسية على السلطة من أجل تقاسم المناصب، والتي ازدادت بعد جلسة البرلمان الأخيرة. دعونا الآن نستمع إلى آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن هذه التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى. استخبارات ولا أمن وطني ولا أي أجهزة استخباراتية للكشف من هو الذي يتسبب بهذه عمليات أو التصعيد اللي موجود، هذه الصواريخ التي تطلق التي تارة تسقط على بنايات وتارة تسقط على المواطنين لتقتلهم. الكل يتبرأ والكل يوعز ذلك إلى ربما إلى دس لبعض الأمور حتى يخلقون فت خلل معين في داخل المنظومة أو حتى يكون هناك اتهام متبادل. وبالتالي نحن لدينا حكومة قادرة على كشف الجريمة التي لا تمثل الجرم السياسي، الجريمة التي ربما بقتل شخص أو غيرها خلال 24 أو 48 ساعة، لكنها عاجزة عن كشف العمليات أو الاستهدافات السياسية التي تتناحر بينها القوى السياسية المتحاربة. نعم، أن الصراع السياسي بالوضع الطبيعي يكون هو صراع برامج، صراع على خدمة المواطن، صراع على النجاح في كسب رضا المواطنين، لكن اللي صاير بالعراق هو انعكاس الصراع على الشارع بصيغة سلاح، وهذا مو جديد. يعني احنا نلاحظ من 2003 وصولا إلى هذه اللحظة كل خلافات سياسية تترجم في الشارع على شكل تفجيرات واغتيالات وأعمال عنف. هذا ينطيك صورة إلى أنه الجهات القوى السياسية اللي هي حاكمة أو تتصارع على الحكم لم تنضج سياسيا، لم تصل إلى مرحلة القدرة على إدارة الدولة أو القدرة على التنافس السياسي ضمن سياقات الدولة. اللي حصل بالتزامن مع ما حصل في الجلسة ممكن يخليك تتحدث عن أنه هاي الأفعال هي نتجت عن القوى الخاسرة، ممكن يخليك تتحدث أيضا عن أنه طرف يريد تأجيج الصراع لسبب أو لآخر أو لمصلحة خاصة به. مشاهدينا الكرام، نقرأ بعض الرسائل التي وردت في الواتس أب. لدينا رسالة من أبو محمد من النرويج يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكادر قناة الرافدين البطلة. أختصر الموضوع بأن كل هذه الأحزاب الفاسدة التي تحكم العراق منذ الاحتلال لليوم لا تمثل الشعب العراقي، وإنما تمثل سرقاتهم وتبعيتهم لإيران أو دول أخرى أو أمريكا، ويتحدون حين يتفقون على السرقة ويختلفون حين يحصل طرف على مغانم أكثر من طرف آخر. رسالة عندنا من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخي العزيز، كما تعلم أن جماعة الإطار التبعية الذيول عندما أهانهم الشيعة الذين كانوا مخدوعين بهم وسرقوهم وجعلوهم يتسولون بالشوارع عاقبوهم بالانتخابات وخسروا مغانمهم وكراسيهم وتسلطهم على رقاب الناس، فأرادوا اليوم أن يحرقوا الشارع وتعم الفوضى بدعم من سيدهم قاآني وكوثراني اللذين وصلا لبغداد والنجف. رسالة أخرى لدينا من رنا من بابل تقول:
السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة للتفجيرات التي حدثت بالآونة الأخيرة، المسبب أصبح واضحا وهم الأحزاب المتكالبون على السلطة، وكل مواطن عراقي صار يعرف هاي اللعبة القذرة، وربي ينتقم منهم وينصر هذا الشعب المسكين. وتحياتي. عندنا أبو عراق من الفلوجة اتصال، تفضل يا أبو عراق. السيد أبو عراق من الفلوجة، أبو عراق من الفلوجة ما موجود. أبو زهراء من النجف، تفضل يا أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أخي أبو جاسم؟ حياك الله أبو زهراء. احنا بس واحدة مع الأسف نعتي على أخوتنا السنة، بداية الاحتلال البغيض. نعم أبو زهراء أسمعك، تفضل. أي جاي. شنو عتبك؟ من عتبي لأن خليتوها بدين دول البيول القذرين الخونة، أبتوا المرحلة اللي يعني دخلت بيها العملية السياسية وانسحبوا ربعنا أخوتنا، فظلت بدين دول سنين والآن تمكنوا وخلوا العراق ساحة للإيرانيين. سؤالي، حضرتك تقصد منه بالضبط؟ شعب ولا جهات أخرى؟ سياسيين أخوتنا السنة. سياسيين اللي موجودين اليوم، اللي موجودين اليوم اللي يقولون احنا سنة، اللي موجودين بالحكومة ذول شنو برأيك؟ احنا هاي المفردة يعني ما بدي أذكرها، لأن احنا كلنا احنا شعب عراقي، شعب أصيل. طيب، فمن صارت الحالة وأخذوا الحكومة وتمرسوا بالحكومة، بعدين اجوا السياسيين السنة إلى أن قاموا يعني يعني سيد أبو زهراء، يعني مثلا أعتقد يعني قد يكون هناك لبس بالموضوع. اللي صار في بداية الاحتلال، هناك أطراف معارضة للاحتلال مناهضة لأي حكومات ينشئها الاحتلال، ونظرت إليها وقالت بأن هؤلاء هذه الحكومات أو هؤلاء الذين دخلوا في الحكومات عملاء ارتضوا بالمحتل، ارتضوا بأن المحتل هو الذي يحركهم، وبالتالي أنشئت الحكومة بالشكل الذي أراده المحتل الأمريكي. هذه الأطراف المعارضة المناهضة للاحتلال وتبعاته قالت بأنه لن تشارك في حكومات للاحتلال يد وطرف قوي فيها، وحذرت العراقيين منها، وتركت الاختيار للعراقيين لكي يحددوا مصيرهم. لكن للأسف طبعا صار التوجه وراح، صار اللي صار، الالتفاف والغدر صار من أحزاب محسوبة على السنة، ومن ضمنهم طبعا وعلى رأسهم الحزب الإسلامي اللي دفع بجزء من السنة إلى المشاركة بهذه العملية السياسية، وإلى وضع يد بيد هذه الميليشيات، وصار طرف منهم ويتحمل مسؤولية ما يحصل. الملخص والمختصر هذا اللي صار اليوم. احنا بعد 18 أو 19 سنة تقريبا في هذه الانتخابات، برأيك ليش اليوم هذه الميليشيات تستهدف شركائهم اللي حطوا إيدهم بيد بعض من أول يوم منذ الاحتلال؟ هؤلاء اللي يحسبون نفسهم على السنة، على المحافظات المنكوبة. شلون تشوف الصراع اليوم بين هذه الأحزاب؟ هسه احنا العفو، هسه بالنسبة للمقارنة بين السنة وبين الشيعة، احنا مو هسه بصدد مقارنة ابو زهراء، انا مو بصدد مقارنة ابد. الموضوع سؤالي كان اليوم الميليشيات استهدفت مقرات الاحزاب ومصارف الاكراد، ودا توصل رسائل عن طريق العنف وتهديدات. شلون تشوف شلون تشوف هاي الخطوات التصعيدية؟ تعليقك. صراع على الكعكة اخي ابو ياس، صراع على الكعكة، يتقاسموها وكل شيء يقعد بمكانه. بس احنا هسه لحزب نفسنا جاي نشوف العراق مخترق. يعني اي واحد رئيس دولة بدون ما يأشر اشارة ويجي مثلا بالطائرة وينزل بدون علم الدولة، يعني الله يقبل محمد علي، يجي قاهاني وغير قاهاني للنجف،
قبل ايام قبل فلسطين الى صارت حاله تطلع الدنيا كلها استنكار ومظاهرات وكذا. هسه هذا يجي يتمشى بكيف هنا بالنجف وين صرنا احنا؟ من اللي سمح له؟ بس مع الاسف ها؟ من اللي سمح له يتمشى؟ مو ليش اقول لك يعني اخترقونا من كل الجهات. ذول الايرانيين اللي اخو خيته ذاك الصقار صقر العرب خلاهم مره غنوفهم بالتراب، اكو واحد يقدر يعبر الحدود. هسه يريد ان احنا واحد مثل ذاك الحبيب اخو هدله يا الله يخلصنا. اشكرك يا ابو زهراء من النجف، شكرا جزيلا. العراقيون يحتاجون الى شخص وطني بغض النظر عن انتمائه الديني المذهبي العرقي، بغض النظر يكون شخص وطني يحكم ويدير شؤون البلاد بالشكل الصحيح ويخلصه من التبعية ويخلصه من العملاء ويخلصه من اخترقوا سيادته وأثاروا الفوضى وهددوا أمنه واستقرار شعبه. بغض النظر حتى لا يكون اكو مقارنات وليش والزمن ونريد يرجع الماضي من هالكلام، العراقيون اليوم يبحثون عن الوطنيين. طبعا تحدث السيد ابو زهراء في بدايه حديثه وقال نلوم اخواننا السنه اللي تركونا او اللي تركوا الحكم لهؤلاء. الفكره الاراده الدوليه كانت فوق كل شيء، كانت فوق كل الافراد وكل الجماعات، وكان هناك رغبه دوليه بتدمير العراق واثاره الفتنه الطائفيه فيه والصراع وترك المساحه للميليشيات لكي تنتشر وتفعل ما تريد، وهو ما يحصل الان. لكن الجهات الوطنية المناهضة للعملية السياسية وللاحتلال الأمريكي منذ أول يوم، وهناك جهات وطنية كثيرة والعاقل يفهم ويروح يدور ويعرف من هذه الجهات، حذرت من المخططات الأمريكية والإيرانية بعد ذلك، وحذرت دائما من مستقبل العراق الغامض في ظل حكم هؤلاء، والنتيجة واضحة واليوم دنشوفها ودنشوف آثارها. هذه الجهات الوطنية التي حوربت والتي اتهمت تهما كثيرة والتي ألصقت بها تهم لا صلة لها بها ولا حقيقة لها، لا تزال تحذر العراقيين ولا تزال تنشر المخططات ولا تزال تعطي الرسائل وخوارط الطرق لكي يمشي عليها العراقيون إذا كانوا يريدون فعلا النجاة من هذه الحكومات ومن هذه الأحزاب. اللي يحس نفسه تايه، أكو جهات وطنية صار لها سنين تعمل وتجتهد وتلتقي وتجتمع وتنشر ما لديها علنا من رسائل من خطط من مشاريع للنهوض بالعراق والخلاص به من هذه الجهات التي تحكمها. لن نقول من هي، الموضوع يترك للعراقيين حتى لا يقولون أنتم تمجدون وتسوون. العراقي اللي عنده وعي وعنده عقل يفهم ويبحث عن هي عن الجهات التي وضعت الخطط والمشاريع وحذرت دائما من هذه الأمور التي تحصل اليوم والتي فعلا حصلت وقد حذر منها منذ سنين طويلة. معنا اتصال السيد أبو علي من الناصرية، تفضل. الله يشافيك أبو جاسم، شلونك؟ حياك الله يا أبو علي. الله يخليك، الله يخلي الداعي. الله يسلمك أخوي. أقول لك يعني أنت تسولف العراق صاير يعني شلون الفريزة، يعني شلون الذبيحه، اي فريز يعني، اي يعني واحد ياكل واحد. وهذول يعني هم يندعون اسلام، ذولا ما يندعون اسلام، الله وكيلك يعني. من هم ذولا؟ ذولا من هم؟ الحكومه، شوف الحكومه والمعممين. المرجع الديني يعني بس ياكل ونايم يشرب، يعني ما يبطل فتاوي من ابطل فتوى الدعش، شاذولا انقص من داعش دولة. يعني هو المرجع الديني ياكل وينام، يعني انت اقول لك الرسول حبيبنا رسول الله مو عطى ما سكت النبي الرسول، زين نطق الحق، زين لمن مات، شو ذولا يعني حاطلع مامه للدنيا، زين مو للاخره، بدل يعني زين هو هذا من يقول ان شو اسمه الرسول هيك سوى وقال انتم ناس كفره، دين مزيف، دين مزور اسرائيلي، يعني الله وكيلك اقسم بالله العظيم ذولا حتى الله ما ابوه، يعني هسه ماكو الا طلع النبي يقتلونه، الله وكيلك. اليوم اكو معمم ما سمعت له، ما قلت لك اني ما لاحوا اللي شو اسمه بس ما وقت له، ما لاحوا اليوم ميليشيات، اليوم هذا اليوم ما لاحوا، زين يعني ذولا
هم أعداء، شوف هم أعداء الإسلام، هم أعداء البيت، هم أعداء الله ذولا. يعني اتحاط لك عمامة تقتل بيها وتفوق؟ مو يا إيران أنتم مو دولة إسلامية أنتم؟ هو الإسلام يقتل غير إلا بالحق؟ يعني أين الشرعية؟ طيب أنا عندي سؤال لك يا أبو علي. اليوم اللي دي يصير من تهديدات من زعماء ميليشيات وأحزاب أفراد مسؤولين نواب، دي يهددون بأنه العراق حيحترق، العراق إلى الهاوية، العراق إلى نفق مظلم. هو العراق مو حاليا بالهاوية وبنفق مظلم ودي يحترق بسببهم؟ مو هم اللي أوصلوا العراق اليوم إلى بلد مفلس، بلد عايش على سعر النفط إذا صعد انتعش شوية الحال، إذا نزل راح يتداين؟ مو هم ذولا نفسهم اللي صار لهم 18 سنة يحكمون؟ أجل حكم بيد حزب الدعوة باقوا العراق، أجل حكم بيد غيرهم باقوا العراق. يعني ذولا دي يحذرون من ذهاب العراق إلى الهاوية. ليش هس العراق وين؟ هس العراق جنة ودي يحذرون من ذهابه إلى الهاوية أو احتراقه؟ هو هسه مو محترق البلد؟ مو البلد مدمر؟ أقول لك هو من زمان محترق البلد، سوى طائفيه هم هذول وشركوا الشيعه والسنه، قتلوا شيء يعني ما خلوا شيء، ما قتلوا هذول دمروا هذول. تدري شنو ابو جاسم؟ هاي شوف سببها، تدري شو سببها؟ الامم المتحده هي امريكا رابع شيء، هاي احنا مؤامره عليها ترى، الله وكيلك مؤامره، بس الشعب ما ادش بيه عمك، هذا يكون بسلاحه كل من كل من يحمي هاي من الشيعات. الله وكيلك مطاراته تفتر، الله على طاري المطارات، شنو رايك بالخطوه الحكوميه اللي تقول يحظر ركوب الدراجات وقيادتها من الساعه 6 مساء للتاسعه صباحا؟ ليش هو من 6 to 9 الصبح؟ يعني بس الجرائم بهذا التوقيت؟ مو كانت اكو جرائم قتل وتصفيه في وضح النهار وامام انظار القوات الحكوميه وما حد حكى، ومو بدراجات ركبوا بها سيارات، حتى ناس كانت راجله تمشي بالشوارع وقامت بتصفيه اخرين. ليش هذا بهذا الشكل يدار الملف الأمني في العراق؟ أنه يحظر استخدام الدراجة، ليش هي المشكلة بالدراجة والمشكلة بمن يحمل السلاح؟ أستاذ محمد أنا بزي ما قتلوني، أنا بزي ما قتلوني بالمظاهرات أجون دلسة وياي، أنا مواقف ثاني، أنا ما أقابل حتى لا يقتلوني، أنا عند الموت عادي، الله وكلك أجو يمي وسيلة وراي، أنا ما أقول سيلة وراي التمنين عرفيت، بس أنا غيرت مكاني عرفيت. يعني ذولا ميليشيات شني من نفس المنطقة أكو بيهم، يعني هم ذولا ما أكو بيهم المنطقة يطول معلومات، يعني أكو بيهم الله وكيلك، بس أنا ما قابل عدم، أنا ذولا ما أحترمهم ذولا، إذا هو رجال يجينا بوجه بوجه، ما يجيني اليوم أبو علي اليوم يعني لما نشوف الحكومة إذا واحد حكى وأخذ راحته على مواقع التواصل الاجتماعي وتصرف بحرية وانتقد، يريدون يحطون قيود ويحاسبون ويحاكمون وسنوات سجن وعقوبات مالية وغرامات على اللي يعبر عن رأيه في مواقع التواصل ويقول بأنه هاي الحكومة فاسدة، هاي حكومة كذا، في حين أنه اللي يطلع على قنوات فضائية علناً مثل عالي نصيف وهذا أبو علي العسكري وغيرهم من شخصيات في مواقع التواصل ولا على القنوات يهددون ويروجون للطائفية وللعنف وللفوضى وما حد يحكي وياهم، القانون على منو يطبق؟ هذول القانون هم هذول، أقول لك هم شوفوا بجاسم ما كان هذا من ضمن الميليشيات، وهذا يعني هم مسيطرين بالسلاح والمال. أبو جاسم هم هذول شوف مسيطرين بالسلاح والمال، بس انا قلت للشعب خلي الشعب يكون اليوم دول عمي دول نتابع الشعب الظلم تحت، يعني متامر علينا زي اسرائيل وامريكا وايران متامر علينا، الله وكيلك الشعب يعني الشعب ما له حد عمي، الله وكيلك يعني دول عندهم مطارات، انت شايفهم مطارات يفترون يعني زي يفترون يسائلون بالمناطق، يسال هذا منين وذاك شني، الله وكيلك يسائلون ناس ساقطين خمس سنتين، ناس حتى حبوب ياخذون بدوله لا أحد من ثانية دولة نجحي إن شاء الله، بس إن شاء الله قربت أيام إن شاء الله. شكرا يا أبو علي من الناصرية، أشكر حضرتك. نعم شكرا جزيلا لحضرتك. هل المشكلة في الدراجات النارية التي يتم قيادتها؟ طيب ما هناك ناس يذهبون إلى أعمالهم إلى مصالحهم ويركبون هذه الدراجات، يعني عامل توصيل الطعام مثلا الدليفري، هذا شلون مثلا باللي يتوقف شغله بسبب حظر الدراجات؟ المشكله في الدراجه، لو المشكله في من يحمل السلاح ويقتل
ويصفي ويفجر. هل هذه خطط أمنية؟ من الذي وضع أصلا هذه الخطط التي يحظر بها استخدام الدراجة من السادسة مساء إلى التاسعة صباحا؟ يعني في هذا التوقيت ستنتهي الجرائم، خلاص الجرائم محصورة في هذا التوقيت. هناك عمليات اغتيال وتفجيرات وتصفية وغيرها حدثت في وضح النهار أمام أنظار القوات الحكومية ولم يتحرك أحد، ونسبت هذه الجرائم ضد مجهول وغيرها من أمور ذهب بها حق المجني عليه بسبب ضعف الأجهزة الأمنية، بسبب تواطؤها، بسبب فساد القضاء وغيره من هذه الأمور. مشاهدينا الكرام، للأسف يدار العراق بهذه الطريقة، وتترك الميليشيات ومن يهددون ويرهبون البلد وشعبه فعلا طلقاء، وتوجه أصابع الاتهام ويلقى القبض على الأبرياء من العراقيين الذين لا ذنب لهم بذرائع منها أربعة إرهاب وغيرها، وتستعرض الحكومة عضلاتها على مناطق نائية يتواجدون فيها عناصر داعش الإرهابي، لكن ضعيفة هذه الحكومة وعاجزة عن مواجهة إرهاب آخر وهو إرهاب الميليشيات وهذه الأحزاب التي تهدد بحرق العراق. وصلت وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.